واحد قعدنا معاه انا في واحد هو ده بس يعني اليوم في تنسيق موجود انا هنا عايزين نعمل نوم خلاص اوكي ايوه طيب تفضل جابك خليك صوره اوكي فتحي ايش قال قال انتظر ان شاء الله خليك جاهز انت برجعك ارجعك كان يا محمد وشوف الطرف معناتها قال نموت انا موت ما نسيش نموت احنا قلنا قرر البلاد انت فكره ما تموت قامت مره لا تصعب هذا احنا نتكلم شرعي هذا خلوته هذا البرنامج افضل لما تسلم يا بنت كم فدان هذا الاول ما بتلغى هذا حتى يا الشاد والدنسون التوجيه هذا خلنا كلنا نت ايش
الصورة انا طلعت. ايوه في واحد يفك يفك بونس. ايوه يلا ارجع هنا ما لقيهاش. محل قال طلع. ما نروح هنا. احنا طلعنا بسرعة. طلعنا على القناة. اليوم ايه؟ قال لا خلص. هذه الافضل وانا نسب وامان 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 للجيش امان للتقدير ما نصبش الحوثي وقسم بالله انه ما يفتح الطريق الا ليهدر في اخليته نفسه والله ما يفتح لطابع انساني في معهم هذا يعني خاطر على هذا البنك البنكي هذا ايوه يا اخي لك بابا يصور لك مجال موجود قدامك يعني قديمه كانت هذا على البنك هيا بلغ هيا عشان يلا هذا مش بيفتحوا باكر هذا بيفتحوا لقد فتحوا الحوثي احنا من عندنا مفتوح احنا باخر نقطه نايف حالي انت مالك مراعي لل مراعي لل مراعي القالو هذا صاحبنا اصحاب الدرب لين دلك هلهم يعني خلهم هيا هيا صور الفرن انا جنب الفرن انا صور منك يصورك بالبث من الطريق ايش قلبك يا حبيبي يا رايح اشتغل يا نايف رايح حلو كده تفتح هنا خلاص احنا مع باقي العلا يوسف انت الكلب والله خلاص احنا هيا نايف ها
يلا اعلامي خلاص يا ولد. جاهز محمد نبيل. يا محمد طاهر. محمد طاهر. لا لا هناك هناك ام وصلك خلاص تعمل جوز قبل جزيرنا لا لا مرحبا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشرة. نتواجد الآن في آخر مكان لتواجد الجيش الوطني التابع للشرعية، تلك المتارس والفتبابات التابعة للحوثيين في هذا المكان. هنا فريق الألغام يعمل على نزع عبوات ذلك المتقدم في بالقرب من الأشجار، عمل على نزع مجموعة من العبوات الآن قبل لحظات. لذلك سنلتقي بأحد المتواجدين هنا لنعرف أكثر. عرفنا عنك. محمد طاهر، مدير عام وكالة السباء. تقوم فرق الألغام التابعة للجيش الوطني بإزالة الألغام تمهيدا لفتح الطريق التي تم الإعلان عنها من قبل جماعة الحوثي. الإجراءات مستمرة، وقامت السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات المشتركة بالتزامن مع إعلان فتح الطريق، طريق الكم، جولة القصر الجمهوري. الآن تقوم الشيولات برفع الأتربة وأكوام التراب ومخلفات الحرب تمهيدا لدخول المواطنين. كذلك تقوم فرق الألغام بإزالة الألغام من الطريق تمهيدا لفتح الطريق، وبالتالي تسير الإجراءات حتى الآن بوتيرة مشجعة وإيجابية من كل الأطراف. كذلك هناك فرق الألغام من الطرف الآخر تقوم بإزالة الألغام، وأعتقد أن العمل أو وتيرة العمل يسير باتجاه منتظم لفتح هذه الطريق بعد 9 سنوات من المعاناة والمعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل المواطنين. ونحن جميعا بانتظار هذه اللحظة التي يتوج فيها دخول المواطنين من هذه الطريق. شكرا. ان شاء الله لهم بشره بخير. صور ابوها قام بشره بخير ان شاء الله. طيب سند محمد. واحد في لجنه مشتركه. انا متشكر لجنه مشتركه. ايش اللي سويته الان قبل شوي؟ نزعنا ابوها موجهه. ايش نوع كليمور؟ شغل العمل من العمل اللي تنصفه. احنا شيء تعز افتتاح الحصار عليه ان شاء الله. السلام عليكم. سلام. ها؟ اين عصام؟ الله كلمه. هنا نلتقي بأحد القيادة العسكرية. أثبتنا للكل اليوم أنه لا يوجد أي عوائق من لدى القوات الشرعية، وإنما موجود مجموعة أشجار تم إزالتها. حضر فريق الألغام ولم يجد أي لغم. الألغام موجودة، وحقول الألغام موجودة في وفريقهم الآن ينزع الألغام، وقد نزع عبوتين. يمر الآن الأطقم الهندسية التابعة لهم وقد نزعوا عبوتين موجهة. نقول إذا كانوا جادين في فتح الطرقات نحن مستعدين لاستقبال
أول دفعة من المواطنين تصل من الحبان، وإذا كانوا قادين يغلقوا طريق الأقروض، ونحن هنا مستعدين لاستقبال أي فوق من المواطنين. شكرا. بالنسبة للأخطار، بس نسألك بالنسبة للأخطار يعني التي بتواجهها المواطنين بالنسبة للعبور في الطريق. بالنسبة لنا نحن كجيش وطني هنا مسيطرين على المواقع ومسيطرين على الطريق، ولا يوجد أي أخطار، ونحن مستعدين لحماية أي مواطن في نطاق مسؤوليتنا ونتحمل أي مسؤولية، لكن نحن نحمل الطرف الثاني أي مسؤولية في التعرض للغام أو لقنص أو لأي استهداف. شكرا. هذا صوت هنا نلتقي بحد فريق نزع الألغام في هذا المكان. مدير مشرف، مدير مشروع مسام، ومدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تعز. بالنسبة لعملكم اليوم، العمل اليوم المهمة الرئيسية هي مشاركة الحشد الجماهيري والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في هذه الفرحة الكبيرة إن تمت من جانب الحوثي. نحن لا يوجد ألغام تحت سيطرة الشرعية وسلطة المحلية والعسكرية في تعز، لكن نحن جاهزين كمشروع مسام في معداتنا وأجهزتنا كما تروا، وحتى يصدق الطرف الآخر في تنظيف عبواته وألغامه. هل نزعتم اليوم عبوات والغام؟ أبدا، نحن نشارك الناس لكننا نسمع عبوات والغام من جانب تنفجر من جانب الجانب الحوثي. لكن أحد يعني أفراد الفريق نزع قبل قليل. نعم، نزع عن بعد وكان في خطورة وسمعنا انفجارات وقمنا بالانسحاب حتى تتم لجنة مشتركة ونقوم بتطهير البقية. شكرا. الآن حاليا القرافة تقوم بإزالة الأشجار والأكوام الترابية المتواجدة في الطريق. كيف حالك؟ بخير. ممكن ايش تعني الطريق هذه بالنسبه للمواطنين داخل المدينه او خارج المدينه؟ هي شريان حياه تعتبر للمواطنين، وتعتبر شريان كبيره في مجال انهم التنقل والوصول الى المدينه، وصول الخدمات الصحيه، وصول الخدمات الاساسيه، ايضا لوصله القرابه والتواصل الاجتماعي، يعني اقصد والعلاقه الاجتماعيه تعتبر لهم الكثير كثير جدا، يعني ستزل عنهم كثير من المعاناه، ايضا معاناه السفر ستخفف عنهم كثير. منذ متى وهي مغلقة؟ منذ 9 سنوات طبعاً وهي مغلقة. الطريق هذه أصبحت غابة وأصبحت شبكة ألغام من 9 سنوات. إيش المؤسسات اللي يعني توقف عملها في ظل إغلاق هذه؟ توقفت كثير، ضرروا العمال، تضررت المرافق الصحية، المرافق التعليمية، مثلاً هو الآن أمامنا مدارس هناك كلية توقفت بسبب إنه الحصار أو إغلاق هذه الطريق. توقفت المياه، توقفت كثير من الخدمات بسبب هذه الطريق. ايضا الناس هناك في مناطق سيطره الحوثيين، كثير من الناس ما يقدرش يوصلوا للرعايه الصحيه بسبب ان كل المستشفيات الحكوميه والمرافق الصحيه الحكوميه المتطوره موجوده في المدينه، في مناطق مثلا في التعزيه او في شرعه ما فيش مرافق صحيه، ما فيش مستشفيات حكوميه، الناس يعانوا بشكل كبير جدا. شكرا.
الصورة الأهم. يا فندم يا خلاص انتظر المالك هذا المالك يا شباب المال من عادك هذا مليان ها
قيس شوف you
ما زالت القرافات هنا شرق مدينة تعز تقوم بجرف الأكوام الترابية والأشجار التي نمت منذ 9 سنوات في هذه الخطوط. هذا المكان تحديدا بجانب كلية الطب شرق مدينة تعز اليمن، حيث أغلق الحوثيين الخطوط قبل 9 سنوات وحصروا مدينة تعز، لكن الآن الجرافات تعمل من طرف الشرعية على جرف الأتربة. بينما قبل لحظات كنا نسمع أصوات جرافة قادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، كذلك قبل لحظات أو قبل دقائق من الآن سمعنا صوت انفجار في الطرف الآخر، وبعد ذلك توقفت صوت الجرافة الذي يأتي من الطرف الذي يسيطر عليه الحوثيين. هذا هو الطريق الذي ستمر منه السيارات وسائل النقل في حال تم الوصول إلى اتفاق نهائي لفتح الطرقات والسماح للمواطنين للمرور من هذه الخطوط بعد نزع الألغام وإزالة أكوام التراب والأشجار من هذه الخطوط. نشوف الطريق للفتح. نعم التشريفات والله
فتحي ما 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 بالأخضر الجزيرة هي فنانة بالنسبة للطرقات الجبلية الأقروب الأماكن بعيدة جدا 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 يعني تأخذ معي 6 ساعات 7 ساعات هذه مدرسة عمار. هذه مدرسة عمار هذه. ها والله ما هو. هذه شريفة.
موجود. ايش كيف حالك؟ ايش مشاكلك في الصباح؟ السلام عليكم.